اهلا بكم. اليوم غادي نتكلموا على المعجزات الصحيه ديال السردين. سمك السردين كيحتوي على العديد من العناصر الغذائيه بحال فيتامين د، فيتامين الف، فيتامين كاف وفيتامين ه، وكيتوفر كذلك على العديد من المعادن بحال المغنيسيوم، الكالسيوم، الحديد، الزنك، السيلينيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، البروتينات والدهون المشبعة. فوائد ديال السردين كذلك كثيرة بزاف، حيث كيساعد على تعزيز المناعة، كيعزز صحة القلب، كيحمي من الإصابة بفقر الدم، كيحافظ على مستويات السكر في الدم، وكيعزز الصحة النفسية. كيف ما شفنا، السردين عنده بزاف ديال الفوائد الصحية على الجسم، ولكن بالنسبة للناس اللي عندهم الحساسية منه فمن الأحسن أنهم يتجنبوه، لأنه كيتسبب حساسية في الجلد.